تكونت صورة لدى المجتمعات العربية بأن المجتمع الإسرائيلي مجتمع يعتنق ثقافة الموت ويريد سفك الدماء ومجتمع لا يؤمن بالسلام. هذا الكلام للأسف غير صحيح. المجتمع الإسرائيلي لمست فيه أن مجتمع يعتنق ثقافة الحياة، مجتمع لديه مكاسب يخاف عليها، مجتمع فيه ثقافة التعايش، مجتمع يريد السلام. لن يكون هناك أي مكان في سياسات هذه الدول في للإرهاب أو في للجماعات التي تستخدم الدين لتحقيق مصالح سياسية كمثل حماس والجهاد. أعتقد أن هذه الدول أخذت قرارها بالاتجاه نحو السلام.